موضوعنا النهاردة باختصار بيتكلم على الكابيلري تيوب المناسبة للسيستم بتاعي، أو بالتحديد هل طول الأنبوبة الشعرية أو الكابيلري تيوب مناسب للسيستم بتاعي ولا لأ، هل هي أطول من اللازم ولا أقصر من اللازم. هناخدها هنتكلم طبعا بطريقة الأول بالسوق، والسوق بيتكلم إزاي ولا الفنانين بيتعاملوا إزاي، وهنتكلم بطريقة علمية وجداول بتوضح لنا الكلام ده كله. هناخد الطريقتين تمام عشان احدد هل الكابيلري تيوب اطول من لازم ولا اقصر من لازم. بيعرفوها ازاي؟ هنعرفها بالشكل اللي احنا هنقوله ده. اول حاجه هجيب عداد الجيج تمام، وهنعملها بطريقتين. دي الطريقه الاولانيه ماشي، اللي هي توصيل عداد الجيج. هنجيب خرطوم الضغط العالي ووصل هنا ببلف شحن، وبلف الشحن ده تمام او بلف الخدمه ده هم وصلوا هنا بحته انبوبه شعريه صغيره، وهم عامل ثقب في الفلتر من ناحيه الكوندنسر تمام، اوصل فيه او الحم فيه الانبوبه الشعريه دي تمام، واعمل لحام هنا بين الانبوبه الشعريه والوصله بتاعت الايه اللي احنا كل بال في الخدمه دي تمام، ومركب الخرطوم تمام كويس جدا، واعمل ايه، واعمل الفتحه بتاعت السحب او مقطعها بحيث دي تبقى مفتوحه، بحيث هو لما يجي يسحب يسحب هواء تمام، يبقى اقطع خط السحب في الحاله ديت كويس جدا تمام. طيب هشغل الضغط، وبعدين كل فريون وليه الشغل بتاعه، وكمان ايه هيفرق معايا تجميد ولا تبريد. يعني مثلا فريون 134 انت شغال في دايره فيها تجميد، وممكن تستخدمه في دايره فيها تبريد اللي هو مثلا زي كولدير المي تمام. طب ايه هي الضغوط؟ طبعا هنا لما هيجي اقيس الضغوط هيقيس ضغوط ايه؟ الضغط العالي مش الضغط المنخفض، عشان كده وصلته بعدين الضغط الايه؟ العالي. فكل سيستم او كل ابلكيشن بيختلف عن التاني، سواء بالفريون، وكمان لو فريون هيفرق معايا برضو تبريد ولا تجميد. يعني زي فريون 134 الضغط اللي انا هشتغل عليه يكون من 220 ل 250 بي اس اي لو انا هشتغل تجميد، ونفس الفريون تبريد الضغط بتاعه هيبقى من 140 ل 160، ده الرينج بتاعي. فريون 12، فريون 404، فريون 600، ار 22 طبعا ده تبريد ده في جهاز التكييف. طيب ندي فور اكزامبل كده، يعني مثال انا جيت عملت الكلام دوت وحطيت الجهاز وبقيس الضغط ولقيته 300، انا شغال 134 تمام، فريزنج في تجميد تمام، بقيس الضغط نوت لقيته 300 دوت، معناه ان طول الانبوبه او الكابيلري تيوب اطول من اللازم. في الحاله ديت بقوم قاطع جزء من الكابيلري تيوب ولحمه تاني تمام، ده اللي هو الكابيلري تيوب، ده الانبوبه الشعريه اللي انا هشتغل عليها مش هي دي، ديت انا عاملها واصله عشان اقدر اوصلها بعدد الجيج تمام. طيب لقيت نوت الضغط جيت اقيسه لقيته اقل من 220 تمام، انا شغال من 220 250 في الرينج دوت او المدى بتاعي ده اقل، يبقى انا كده محتاج ان انا اطول كابلير تيوب تمام. الكلام ده لو انا شغال فريزنج. طب لو شغال كولينج الرينج بتاعي من 140 مثلا، ده طبعا في ناس بتختلف في الارقام ديت، مثلا يقول لك من 130 ل 160، من 230 ل 230 لحد 260 تمام. احنا بندي هنا مدى، احنا بقول لك الكلام دوت مش علمي صرف، لا دي شغل سوق، وكمان برضو بيعتمد على المكثف بتاعك نضيف مش نضيف، يفرق معاك كمان في الارقام ديت. احنا بنتكلم في السيستم اللي هو العادي الطبيعي، فرن 12 فرنج 230 يزيد 10 يقل 10، والكولنج بتاعي من 115 برضو يزيد 10 يقل 10 تمام. لو لقينا ان الضغط بتاعي اكبر من المدى دوت، يبقى ده كده طول الانبوبه الشعريه طويله فانا بقطع منها جزء تمام. لو لقيت الضغط دوت اقل من المدى ده، يبقى محتاج ان انا اطول شويه في الانبوبه الشعريه
طب ده ستايل اخرم الانبوبه الفلتر ومركب انبوبه شعريه وعامل البلف ومركب الخرطوم. في ستايل تاني، في ناس بتستخدم طريقه تانية اللي هي الطريقه ديت، اقوم قاطع نواه الكوندنسر ومركب على طول بلف خدمه، تمام، واقوم مركب الخرطوم الاصفر اهو بتاع الوصله المشتركه، تمام، ومركب هنا الخرطوم الاحمر اللي هو بتاع الضغط العالي بواسطة الخدمة، وملاحم فيها الأنبوبة الشعرية اللي أنا هستخدمها، الأنبوبة الشعرية اللي كانت هنا، تمام. يبقى الأنبوبة الشعرية بتاعتي أقوم مركبها هنا في أو لاحمها هنا في الوصلة أو بلف الخدمة، ومركب الخرطوم في البلف ده، تمام، ما فيهاش حاجة، تمام. ويعني ده معناه إيه الكلام ده؟ معناه إن لما هاجي اشغل الضغط، خلي بالك احنا ما قطعناش بقى، مش محتاج ان انا اقطعها، لان طبعا هي دي مقطوعه كده كده بالفعل، خلاص. يبقى انا هضغط، يبقى انا كده شغال هنا، يبقى انا كده بقيس الضغط العالي، بعد كده الضغط هنا هينخفض، صح، بعد الانبوبه الشعريه. فانا هنا بعمل بقيس الاعاقه، الاعاقه بتاعتي قد ايه، هي نفس الفكره، يعني انا خليت ده في النص بين الكوندنسر وبين الانبوبه الشعريه، يعني بقيس الضغط بعد الكوندنسر على طول، يبقى انا بقيس الضغط العالي. يعني طريقتين واحد، في ناس تعملها كده وفي ناس تعملها كده، الفكره واحده، ومدى الاعاقه بتاعك اهو موجود قدامك، تمام. اللي طبعا فريون 22 انا بستخدمه في عمليه التكييف، بستخدمه في عمليه التبريد، فالضغط بتاعي من 90 ل 110. ده شغل سوق، تمام. طب الكلام العلمي بقى بيقول لك تعالى هنا عندي جداول، عندك انت بتستخدم بقى النظام بتاعك او الابلكيشن بتاعك او السيستم بتاعك، ايه نظامه؟ تبريد وتلاجة باب واحد. طب درجة التبريد قد ايه؟ سالب 13. بص كده معايا، اولا الباور او القدرة بتاعت الكمبريسور قدامك اهو، من اول من 1 على 10، 10 حصان لحد 5 حصان، تمام. تمشي بقى كده معاه، شوف بقى انت هتستخدم الديامتر بتاعك بتاع الانبوبه الشعريه قطر قد ايه، مثلا 0.42، انزل كده مع مثلا ضغط 1 حصان، تمام، اهو الطول بتاعي اهو. يبقى انا عندي القطر وعندي الطول، قطعتين وطول القطعه 160 دوت ليه 1 حصان. عند درجه التبريد قد ايه؟ سالب 13. ادي قدرة الضغط وادي القطر وادي الطول. اختلف كده معايا، بص عندك مبرد، مبردات، تمام، يعني شغال كولينج، حتى درجة التبريد هتلاقي ايه؟ بلس 5 بلس 5، تمام. ادي الديامتر وادي اللينس اللي هو الطول وادي قدرة الايه؟ الضغط. تجيب قدرة الضغط مع الديامتر بتاعك تجيب لك طول الأنبوبة الشعرية المناسب. اقلب كده معايا، عندك بابين ونفروست دي فريزر تجميد سالب 23، ادي نفس الكلام قدرة الضغط، ودي عندك هنا الديامتر وادي اللينس طول الانبوبة الشعرية. اخر حاجة التكييف فريون 22 او 407، درجة التبريد طبعا بنتكلم في بلس 7، تمام. ادي عندك القطر مع عندك القدرة بتاعت الضغط، يجيب لك هنا الطول المناسب للأنبوبة الشعرية. كده اتكلمنا في موضوع الإعاقة بالناحية السوق بيتكلم بيها والفنيين. ببقى رايح عندي تلاجة وجبت أنبوبة شعرية وبركبها، طبعا الناس بتبقى فاهمة أو حافظة الأنبوبة الشعرية المناسبة للضغط ده قد إيه، بس نيجي نتكلم بقى في الموضوع الطول، هو الطول مناسب ولا مش مناسب، فبيعمل عملية الإيه؟ الإعاقة. الإعاقة عشان يعرف هو شغال طبعا بفريون على طول، مثلا فريون 12 عارف الاعاقه بتاعته في الرينج بتاعها سواء كان تبريد او تجميد قد ايه، فلو طول زياده بتاع الانبوبه الشعريه فهم قاطع منها ايه حته، تمام، او لو محتاجه طول فبوصل فيها ايه او اجيب حته اطول منها شويه. موضوع الاعاقه اتمنى تكون الناس فهمته. في النهايه شكرا جدا، سلام عليكم.